راديو بلس بلس كن راديو. مستمعينا كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذه الحلقة الخاصة من برنامج بصراحة كما قلت التي سنخصصها للحديث عن اسمين رحلا إلى دار البقاء. جوج ديال الأسماء، الأول بمدينة مراكش والثاني بمدينة الرباط. اسمان كما قلت بصمة التاريخ ديال الاقتصاد المغربي، واشتغل، وأنا هنا أتحدث عن شخصيتين اقتصاديتين شاءت الأقدار أن يغادرا إلى دار البقاء وهما ينتميان تقريبا إلى نفس الجيل ويشتغلان في نفس المجال، وشاءت الأقدار أن يرحلا إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج وأن يسلم روحهما إلى الله سبحانه وتعالى في ألمانيا. وكم هو صعب أن نتحدث عن أناس عصاميين بنوا راسهم براسهم. الأول يعتبر من أشهر رجال الأعمال المغاربة العصاميين، يتعلق الأمر بالمرحوم الحاج ميلود الشعبي. الحاج ميلود الشعبي تعرفونه بطبيعة الحال، الرجل العصامي الذي بدأ من أقل من الصفر ليصل إلى ريادة رجال الأعمال بمشاريعه وبأعماله داخل المغرب وخارج المغرب. والشخصية الثانية التي غادرتنا في نفس اليوم وفي نفس الدولة والتي قصدها الرجلان الراحلان قصد العلاج، يتعلق الأمر بواحد من صقور المغرب في مجال المال والأعمال. فبوفاة الحاج عبد الرحمن زهيد فقد المغرب واحدا من صقوره في مجال المال والأعمال، وخسرت المدرسة الاقتصادية الوطنية أحد رموزها البارزة. أهل مراكش والكثير من الناس يعرفون هذا الاسم جيدا ويعرفون إسهاماته، وإلى جانب نجاحات يعني الرجلين الاقتصادية والشخصية العصامية التي يتمتع بها كل واحد منهما، إلا أن عندما نتحدث عن هذين الاسمين فهما اقترنا بشيء مهم هو الخير. معنا مباشرة من مدينة مراكش سي محمد اللي هو الابن الأكبر للحاج المرحوم عبد الرحمن زهيد. السلام عليكم سي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية باسمي وباسم السيد الرئيس المدير العام وكل العاملين بمجموعة إذاعة غادي بلس نتقدموا بتعازي الحارة لكم، راجينا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الوالد ديالكم المرحوم بواسع رحمته وأن يتقبله مع الصديقين والشهداء، وكنبلغوكم التعازي ديالنا لكافة أفراد الأسرة والكل العاملين معكم في وفاة هذا الرجل الذي يصفه الكثيرون بأنه واحد من أبرز الرجال ديال المال والأعمال، واحد من الناس اللي أعطاه بسخاء لمدينة مراكش وأعطاه بسخاء الاقتصاد وشكل رمزا من رموز المدرسة الاقتصادية الوطنية. فعزاؤنا واحد وإنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله سبحان الله. أولا قبل كل شيء نشكركم بزاف على الالتفاتة الخاصة والنبيلة من طرف راديو بلس والمجموعة ديالها، وتنبغي بدوري نقول لكم الله يثبت لكم الأجر، وتنشكركم بزاف على هذا التعزية ديالكم وعلى التعزية ديال الجميع. شكرا جزيلا. نعم. جزاكم بخير. نعم. الحاج يعني كان معروف في الأوساط الوطنية والمراكشية على وجه الخصوص كواحد من الناس اللي عندهم غيرة كبيرة على المنطقة وغيرة كبيرة على الاقتصاد ديال البلاد. فعلا
نبغيو نعرفوا عن قرب انتم ولدو الكبير، نبغيو تحكي لنا يعني التجربه ديال الاب ديالك الطويله في هذا المسار ديال النجاح على المستوى الاقتصادي وان على مستوى يعني العمل ديالو داخل وخارج المغرب. انا غادي نعاود لكم القصه ديال كيفاش الاب ديالي حتى ولا في هذا حب العمل الخيري وهذا الاحساس بالانساني اللي عنده من طرف في اتجاه الناس اللي دايرين به والناس ديال المنطقه ديالو فين بداد وفين البلاد فين عاش وفين كبر فين تاد. هو كانت جدة الله يرحمها اللي ما عقلش عليها، انا كانت في فراش الوفاه تتحتضر عيطات ليه، مع العلم انه كان ليكن في علم الناس انه الاب ديالي كان عنده 12 اخ واخت وحده، يعني كانوا عندي 12 العم وعمه وكانوا كبر منه خمسه الخوت اللي كبر منه في العمر ديالو السن. وعيطات ليه هو من دون الاخوت الكبار فاش كانت تحتضر، كانت سبحان الله العظيم الام دائما تيكون عندها احساس غريب، يكون عندها احساس ديال انه شكون الولد اللي غادي يكون عنده شان كبير وشكون البنت اللي غادي يكون عندها الرزانه الى اخره. وعيطات على الاب ديالي الله يرحمه من دون اخوته الكبار واخوته الصغار، وصاتوا على اخوته كلهم، وصاتوا على واحد عمي بالخصوص اللي هو اللي رباه وكبره وقراه والحمد لله تدار مع الاعمال وداك الشيء. وكانت هذا الاشاره تنقولوا لانه رمز من الاحساس ديال الام اللي كان عندها واحد كيعلمها خطره بانه الابن ديالها غادي يكون عنده مستقبل بشان كبير، لانه كانت تعرفوا عنده واحد الجانب انساني وكان عنده واحد المحنه على الاخوه ديالو وعلى كاع اللي داير بهم، مع العلم انه ما كانش عندهم امكانيات. والاب ديالي خدم في عمره 14 عام، عمره 64 عام ديال العمل المهني، 64 عام ما سالاش. وفي هذه المسيره ديالو كلها عقلت عليه كافح وجاهد. من طبيعه الحال ما غاديش نهضر على اللي فات، لانه انا تنهضر غير على 20 سنه اللي عشت فيها مع الوالد بجانب ديالو رقم جوج في مجموعه ديالنا في الشركات، واللي باقي تنعقل الاسبوع الاول ولا الاسبوع الثاني فاش التحقت به عيط لي قال لي شوف ولدي الله يرضي عليك ديالك وديال الناس ديال الناس. هذه كانت اشاره قويه انا بالنسبه لي اللي باقي الان تنرددها، حيت كان الانسان المثالي اللي ما يمكنش يعلم على فرانك ديال شي واحد يدي عليه. كان تيعاود لي بانه فاش باقي ما يلا تيكون نفسه ودار اول شركه ما كانش تيكون عنده الامكانيات وما كانش تيكون عنده الفلوس باش يخلص العمال، وكان تيتسلف باش قال لك انا ما خصش العامل ديالي المساعد اللي خدامين معاه ينشف العرق ديالو، خصني ندي ليه الاجر ديالو قبل في الوقت المناسب، لانه كان تيقدر الظروف ديال كل واحد تيقول الله يحسن العوان لاي عامل خدام، لانه تيتسنى هذاك الرزق ديالو بفارق الصبر حيت عنده التزامات وخصو كل وليداته ويقريهم الى اخره. وكانوا هادو من الخصال الحمد لله اللي جعلتني انني نتشبع بهذه التربيه بهذه الاخلاق بهذا بعد النظر وبهذا الاحساس بالمسؤوليه، بخصوص احساس المسؤوليه، لانه احساس المسؤوليه تيورد وتيولد واحد المستوى ديال المعقول اللي خص يكون في الشخص وفي الانسان، اللي ما يمكنش انه الانسان يكون معك. حيت التعامل احنا في الدين ديالنا تيخص يكون التعامل بواحد الصفه واحد الصفاء، لانه الاسلام ما تيقولناش نخدعوا الاخر، تيقولنا خص تتعامل بواحد النيه صافيه، لانه كاين بيناتنا الله، واللي تيعرف بينه وبين الله ما يمكنش الا يكون صادق مع الاخر. لهذا الاب ديالي كان صادق مع نفسه،
كان صادق مع الزوجة ديالو الأم ديالي، كان صادق مع أولاده، كان صادق مع خوته مع أولاد خوته، كان صادق مع الأهل ديالو، كان صادق مع المساعدين يعني العمال ديالو، كان صادق مع الكال اللي تتعامل معه من شركاء ديال الأبناك ولا شركاء ديال الممولين ولا أي شريك ولا أي شخص ولا التلمسكين إلى نتليه ديه وبغى يساعده تيخصو يكون صادق معاه، مش يقول لي واخا سير تعاود ترجع ولا تبا نشوف ولا لا، غادي يساعده بيساعده راه خصو يساعده ويصدق معاه القول، لأنه داك المسكين ما تيجي نتليك يديه حتى أنه قطعوا به الحبال وبغى اللي يوقف معاه. والوالد الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات كان معروف بالأعمال الخيرية، وكان ما يمكنش أنا براسي تنهضر معكم ويحمي تتبولش عليا، ما يمكنش الناس اللي عاشوا الأب ديالي وعرفوا تاع الأعمال الخيرية اللي كان تيدير، أول واحد تيطرح في بال أي مسكين وأي محتاج وإلا تيطرح لهم بالهم عبد الرحمن زايد، لأنه السمعة اللي كانت سابقها في الأعمال الخيرية ما كانش مثيل لها الحمد لله بكل تواضع. وهذا الشيء أنا تنعتبره من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه نعمة من عند الله، أنه من يحبك الناس إلا وحبك الله قبل ما يحبك الناس. تبعتك سبب الناس أخرين باش تتقضى الأغراض ديالهم على يديك، والحمد لله على أي حال. الحمد لله صحيح. الله مالك الحمد. يعني كنت الجنازة اللي هدرتي عليها الحمد لله يعني. أنا بالنسبة لي كانت عرس ما كانش جنازة، فرحت لها في الحق، القلب يحزن والعين تدمع، ولكن فرحت أكثر مما أنني من اشترك الحج ديال البشر تلجي صدري مزيان، لدرجة أنه نقول لكم إذا سمحتوا لي قاطعتكم، مني كنت خارج دفنت الأب ديالي بيديا وتوفوا لي جوج الأبناء، والتأثير اللي اثرت مع الأب ديالي ما سمحوا لي. مني كنت خارج من المقبرة تنتسال مع الناس، ولدرجة أنه درنا عرقلات السير وكانوا البوليس يطلبوا مني باش نحيد من تماك، قلت لهم وانا ونحيدش من هنا، الناس كلهم هذا الحج جاي محبة في المرحوب، خصني نعطيهم هذه الفرصة ديال أنه يعبروا على ذاك الحب ديالهم، وخا أنه راه يعتبروا بحال لقاء آخر وخا يلقاو في أنا. قلت لهم الله يخليكم خلوني عطاك نتسال مع كل شيء، والحمد لله راه عطاني الله صبر باش الله يصبركم. نعم انا كنعرف بانه في هذه اللحظه الانسان كيستحضر ذكريات وكيستحضر يعني اشياء اللي ما يمكنش تنسى، فقط يعني الاب ديالك كان عنده واحد المشروع، وهذا المشروع كان باقتراح من الاصدقاء ديالو، وهذا المشروع خيري هو عباره عن جمعيه الحاج عبد الرحمن زايد الاعمال الخيريه. فعلا هذا المشروع نعم هاد لا فونداسيون اللي كانت غدار يعني كانت مبين الاهداف ديال الحاج، انه كان برمجه مباشره من يرجع بحاله من المانيا، كان باغي يعلن عن التاسيس ديالها و يعني وتزيد تكبر القاعده ديال الناس اللي كيستافدوا من الاعمال الخيريه ديال الحاج عبد الرحمن زايد. فعلا انا غادي نقول لكم على هذه المؤسسه زايد صارت عليها شخصيا، لانه كنت نعرف الاب ديالي كان تيعتمد عليا بعد الله سبحانه وتعالى، حيت الحمد لله تنقول ونعم التربيه مشيت، حيت انا اللي تنهضر معكم يعني عن التربية اللي تلقيت من عندهم افتخر بها واحد درجة الافتخار ما يمكنليش نوصفها لكم. هاد المؤسسة أنا درتها غير أمر للمسار ديالو الحمد لله الخيري والأعمال الخيرية، وهاد المذنب اللي تهضر معكم ما عرفاش سمعنا المرض ديالو، وحنا تنمشيو نديرو ليه الفحوصات الطبية، مشينا لفرنسا قبل ما نمشيو لألمانيا، واليوم فاش غادي اليوم النهار فاش غادي نفرق الاستدعاءات جانا الخبر ديال المرض ديالو، وكان وقفت كاع الاستدعاءات اللي كنت غادي نعطي باش اننا كنا بينا عنه مع الاسف على الانطلاق المؤسسه زاهد اللي
خصصت لها مجموعة من النقابض واحد النسبة ديال 1% من رقم المعاملات ديالها. والحمد لله راه غتبقى مستمرة المؤسسة وغادي راه انطلقت مني مرض انطلقت. والحمد لله راه العطاء ديالها عاطي وغادي ان شاء الله غادي تكون نشطة في جميع المناطق جميع المدن في نشطة مجموعة منارة. ونتمنى ان شاء الله هذا الخير يدوم لانه شحال من واحد يقول لي الله يجعلك خير خلفك تم الله يقدرني على هذه المسؤوليه هذه انني نديرها على احسن وجه ونبقى في هذيك الرغبه ديال الاب ديالي انه يستافد اسر لا اللي تيعملوا معنا في 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 في, في, في المجموعه ولا اللي تيطلبوا منا تيمدوا لنا يد المساعده اننا باش نساعدهم. والحمد لله على الخير غادي يبقى مستمر ان شاء الله. فقط الله. اخر سؤال قبل ما نخليك لانه كنعرف انه يعني باقي تبارك الله العزيه كيجيو وهذا كيدل على المكانه ديال المرحوم في قلوبهم. انا فقط يعني اشنو الوصيه اللي خلى لك المرحوم بعد التجربه الطويله بعد هذا المسار الناجح بعد هاد الصورة الرائعة وهاد يعني السمعة الطيبة اللي عند المرحوم واللي غتستمر اشنو النصيحة اللي خلى لك؟ انا الاب ديالي كان دائما تعطيني النصائح الحمد لله كنت دائما تنصنت له وكلامه كله عبارة كله نصائح ولكن اخر كلمة سمعت منه مشيت لألمانيا انا حضرت معاه في الاسبوع الاخراني ديالو قبل ما يتوفى مشيت من الاثنين حتى للجمعة ومشيت كان هذاك الصالون ديال 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 البي تي بي ديال الاشغال العموميه اللي سميتو باوما درتو لي سبانه في الحق انا ما بغيتش نمشي ليه غير نمشي نشوف نزور الوالد ديالي. والجمعه النهار فاش بغيت توفى كان تيمشي يدير الحصص ديالو ديال 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 العلاج تيمشي 80 كيلومتر على ميونخ وبقيت تركب السياره اللي تدتيه وبسلي على راسه على يديه. اخر كلمه قال لي ولدي قبل شغلكم راه الشغل بالنسبه لي اللي قال ماشي الشغل ديال العمل مش الشغل اللي خلى ولا الارث اللي خلى صعيب بزاف باش يتحمل واحد المسؤوليه ديالو ولكن الحمد لله ملي تكون التربيه حسنه وصالحه ممكن الا الله سبحانه وتعالى يعطينا العون ديالو والجهد والقوه باش اننا نكملوا هذه المسيره وهذه الرساله نعاودوا نحن نبلغوها للابناء ديالنا ان شاء الله. وهذه هي اخر كلمه قال لي قبل شغلكم اولدي الله يرضي عليك قبل شغلكم. نعم. شنو رسالتك للناس اللي اتصلوا الناس اللي جاوا والناس اللي مشوا في الجنازه ديال المرحوم ديالك الناس اللي ما تعذر عليهم انهم يوصلوكم اما لسبب او لاخر شنو رسالتك لهم سي محمد زهيد الابن الاكبر ديال الراحل المرحوم عبد الرحمن زايد؟ انا الرساله اللي بغيت نقول لهم وبغيت نشكرهم جزيل الشكر ونقول لهم الله يجازيكم بخير والله يثبت لكم الاجر ويعشر لهم خطوات لانه ان دل هذا على شيء فانه يدل على المحبه اللي كانوا هاد الناس يقدروا على الحاج لانه حقيقه كان الناس اللي تلاقيت معهم الاغلبيه ديالهم قال لي راه شفنا الجنائز تاعينا عمرنا شفنا شي جنازه بحال هذه بهذا الحشد هذا. الحمد لله زعما الاب ديالي ولا الاب ديال كل شيء ما ديريش انا ما ديرش خوتي ديال كل شيء الاب ديال كل شيء والعزيز على كل شيء ما ماتش الحمد لله ما ماتش الروح ديالو حاضره وغتبقى حاضره ان شاء الله. وهاد الناس هادو راه الا كانوا تيحضروا بكثافه وباقي تيحضروا تيعزيو راه نقول لكم بكل بدون مبالغه راه النهار الاول الهاتف ديالي كل 10 ثواني تي 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 صون كل 10 ثواني لدرجه انني ما تعذر عليا باش انني تنجاوب على واحد على خمسه ولا واحد على 10 في المكالمات اللي تنجاوب عليهم لانه تنكون تنهضر في المكالمات على الخط وتيدخلوا مكالمات اخرى ومع الاسف ما تيمكنليش نجاوب على كل شيء. هذا الشيء تيدل الا على المحبه ديال هاد الناس للحاج الله يجازيهم بخير والله يكبر بهم ويقدرهم حتى هما كيف ما قدروا الوالد وكبروا بهم الله يجازيهم بخير.
حتى حنا كنجدوا التعازي ديالنا ليك سي محمد والاسره ديالك كامله والعائله ديال الزهيد كامله، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يصبركم وتاكدوا بانه اعمال المرحوم غتبقى دائما حاضره والخير ديالو غيبقى دائما مستمر وعلى يديكم ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. وانتم امام مسؤوليه كبيره، انتم امام مسؤوليه كبيره 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 جدا، لان الله يقدركم، لان الحاج الله يرحمه هاد الوصيه اللي قلتي للاخره ديال قابلوا شغلكم، لانه يدرك حجم المسؤوليه وحجم يعني حجم داكشي اللي خلى من ارث ومن عمل خيري ومن تعامل مع الناس. فالله يصبركم والله يكثر خيركم والله يقويكم ان شاء الله. امين بارك الله فيكم. شكرا لك وربي معك. شكرا 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 جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا. راديو بلس بلس كون راديو.